لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. نبدأ الآن مع المحادثة. محادثة. يا عبد الرحمن، من نعم. رسولك؟ أو من رسولك؟ رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هل تعرف أسرة رب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم أعرف محمد صلى الله عليه وسلم. من رسولي جده؟ من جد الرسول؟ من جده؟ نعم، من جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جد عبد المطلب. عبد المطلب. ومن والده؟ والده عبد الله اسمه ومن عمه؟ عمه اسمه أبو طالب، و وعمه حمزة، مهم. وعمه العباس. العباس. صح، كيف السلام صحيح. العباس. طيب، ومن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمته اسمها صفية. صحيح. كم ابنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم ابنا؟ له ثلاثة أبناء. أبناء ثلاثة أبناء. من أبناء الرسول؟ من؟ من هم يا عبد الرحمن؟ نعم. هو ابنه اسمه القاسم، وابنه اسمه عبد الله، وابنه القاسم وعبد الله و ها، القاسم وعبد الله نعم وإبراهيم. إبراهيم. إبراهيم آه. صح. طيب، كم بنتا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ له 4 بنات. ممتاز، له 4 بنات. من بنات الرسول؟ بنته اسمها رقية، نعم. وبنتها اسمها أم كلثوم، نعم. وبنتها اسمها فاطمة أم كلثوم، أها. وثلاثة أه. فاطمة الآخر الأخوة أم نعم، كلثوم رقية، رقية وأم أو كلثوم وزينب. نعم، زينب وفاطمة. وفاطمة. صحيح. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا.